داودي يلوحا لقاري حلقي أدنى للداول لهذه National and International News. National and International News brought to you by Dora TV. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان داودي ياشينا شرفتا يا قيمها له ملول بد عالم كارنا للداول إيسان كسور لواذا National and International News وهبي كان عاوي تاريخ ذو التهي لغاتل يتغبض بشه ربيع الثاني سنة كوني أفر بقل أفرتن يلحظة هجرية إسلامك لنمدة صدنك بشه أكتوبر سنة كان لبضكم أفر لغاتلك داوذيا وركن هبي كان عاوي أهو حاون كسو قادن دونا مانتا أو إهيد مالنتي لغبلا سنة ميسان يدى سندك لبدكن إيو أفر لباتنك حلق قبوبها لغو تلقلي أمانتا لغو دواقي وركين هبين كان عاو وحان كسو قدن دونا قدبادس أو رنتي مهيموة دادكو كلول ودن كان بريتن سيداو كلي داو ديال سيداد لسعوتان ودن كان إنجريسكا aya miisaaniyadda marka lagu dhawaaqay kadib dood culus waxay ka dhacday golaha baarlamaanka ee waddankani iyagoo xisbiga conservative-ka ay ku eedeenayaan xisbiga Labour-ka in miisaaniyadan ay tahay miisaaniyad aan si wanaagsan looga soo fikirin wararkaasi iyo warar kale oo xiiso badan ayaan waxaan isku dayi doonaa habeenkan caawa ah inaan idin soo gudbino داودي السادة لسعد هبينكي حالي وحا إدين سوغد بيي حالة دا مسجد الرحمن وها تنقب قبا أحمر والبناء سكود دايو إنا واربح اليار آدي كسي هبين كان عاوما دام واركي وقبديهين دانكا مسجد الرحمن وانسو يرينيا وآدبان ويرينيا سي آد جس واربحن وناكسان آد كالهاي ستان قيركي وناكي آد ديبتين إن مركاسي سي وناكسان مسجد وها تنقب السعودة لانا فيلا يئين دوان مجد كان لفرد إبراهيم لكان خذ هذيك حالة وحنا إعلامية أو أن رنتي قعد سد بالشد وكنول ودن كان بريتن هوا أبدنا ذانه ولو ما لك لو عالم كان لجس أجيبي إن طبعا مروح هذا نوع دش اللي قد جيء إن مجد كو أبهنا أد بقى مع سنتين رنتي أنت قفط كلق هذا تي إن مروح هذا سو مجد كو أبهنا كنت قيمة أدب وجبنا إن تذا كل حيرة دتك خاركود حيرة طبعا كمرحبا ضد معنا قاعدين لكن هبينك حالة بشيء إن طبعا كمرة واحد إنه هلق خف أوقات إن أنا جاين جعلين أنا كدي ذي سواء مركب بريبة ضد هلو خير بدنا وحيرة هذا أنا قاعدين قاعدين أنا قاعد طبعا قاعدين أنا جاي نوح بتاعنا خف كاستلاب بان شم بان طبعا بان هدي بتاعنا سكدر درنا سي أجر كمارت مجد كان وضع قيب سنو سيدي أنا رنتي كريقة قدت كانوا أقول هذا هل أما الله بكبدا ما أنا أقولانيني وايو دادان أوذين أي جرر إسلامركا سنة دوني إنا وحسا باقيستان بسم الله سيدا سيدرتي هذا طبعا كي مرحوضات سيدا أي رنتي ما انطلقوك لخاتي سيدا وكاليك كالمير ومجد كمركا سؤبهنا إنا الحمد لله والهله إن شاء الله مسجد كان دوان والفردونا عيل كان هو شيء سواء صعدها أو رجده أدب ونعكسن تبيه ولا أركي لكن وحاله بعيا إشي دقع إهد إن لجارو لجبي سبيها ونخدم مد جوته إلى هذه البركة كيف كيدونية فضل ونا للسحرير كرا 0753809772 أيونا جل السحرير كرا أدي إبرال كنا خذهم مجد وناجي قير كي سنة إن شاء الله وحول بقير بي رنتي وكل معنية داودي على سدد لسعتان ميسانية سنة ذات كا حلقة قبوبها ودن كان بريتن لبضكوني أفر إلى باتن كا أيامانتا لو نواقي رنتي وربحنت أدب وبضنت وبيج كا بسم الله وبيج كلو هل كان وبيج كاسي ودنك قريها لك هذا اللي
وربحين كلو إيساقنا عن قاعدة كسو خوري وربحين عن إيش أن مريو حركتيد بلشادة ودى كان إنجليس كإيمانت إيه كبحي إن ميسانية دا سيدي دا مركة لغشي كينا يو آدي آد أي مهم أو تهي إن سيدة أي تهي لو أخرية ميسانية داني وميسانية كسو آد حيلي رنتي آدي آد وآدق حسبيغا كونسرفتيف كو أفر إيه تبان سنة هيستو ودن كان يحسبيغا ليبركو أو مركز أفر إيه تبان سنة كدب رنتي نخذي هو قان كو ودن كان أي مانتا وحيابها آد كلوغ هذا لوحا كمد أها أو إيه كهاد الشي قبلنا مياليد دا عايسة تمركي أغوريس أبد ودن كان بريتن هوين إيه كنقطة وسارد مياليد دا واحد آد بلس أرماها ويجسكا والفير كإيباشنك ويجسكا بنفتكا إيو بيشنك أي دو أي قبل أن أدعي كهذا الشيء سيدو كالو حيك هذا الشيء ترسبوركا إزقار سينتا إن بيرسونال تاكسكا أد بالاو هدلي بيسنس تاكس سيدو كالا درينك أن سموكن يدن وايك هذا الشيء إيو غوفرمنت قريها أي مركز أي لسيا سيدو كالا وحا أد لو هدلي ودن كاني دقالها أي مركز سي أي سيا ودمدا أجنبيغا أما ودمدا دبدا وهبينكي حالي سيوا ناكسن أن مركز أفل قيني دولاد ودن كان إنجريسك قد بدي أغوري أو أي كهذا شو حاكمي دها دانكا ترسبوركا بساسكا لرا أو ودن كان بريتن أو رنتي لقالين دونا لقبلابو بيش جنوري ee sanadka 2024 dawladdu waxa ay sheegtay arimaha dhanka dhaqaalaha oo runtii darteed waxa loo baahan yahay in ay lacagaha basaska lagu raaco ay kordhiso walaw gobolka mid ah gobolada waddanka ingiriiska Great Manchester ay sheegeen single journey oo qofka oo baska u raacayo إن لبابان أي سندافين دولين أو سدح دبان أي دولد أي نهدي إن أي سنقضب كاس أي سنقادن دولين دو سدح أي مركاسي ماذا حدث سر أي شاقين سدح كالوحا أي شاقين إن وحوين لقب دلك دون باسنجر ديوتي إن سيبا سفرادة ودنك قديسة دياردها لورا iyagu sheegay in lacagaha loo anshuurta lagu kordhinayo in ay gaari doonto $12 inta badan dadku waxay aad ay kaga cabaadaan tikidada waa expensive waa qaali laakiin iyaga ma oga inay dawladda anshuur ay ku darsato in hawada sare ee markaas waddanka Britain la isticmaalayo in lacag ay ku socoto oo diyaaradda hawada iska ma marto waddanka dul martaba lacag ayaa laga qaadaa marka لعجها سلسة يا لو كردي إلى توالف بام عن شورة جورنيجا أما السفر هذا ودك مركا لجب حي سيدا وكله برايفت جديدة أما دتك نخالها له برايفت جدك 50% أو أكثر عن شورة أي دي بدونا دولة دو حي أسو جيسة تبا دتك نخالها له een arimaha kale oo runtii aad ay kaga hadleen waxa weey in qiimaha petrolka waxna lagu darin waxna laga dhimin qiimaha la iibinay fuelka ina waxa la sidaas laga bedelay qorshihii hore ee conservative ayaa wuxuu ahaa in 5 pence mid yar gududan baa leeyahay agteeda ma yaal waad inta salaahay 5 pence inay kalima laakiin se labor ku xiyira waxna kuma dareyno waxna kama dhimeyno dankaas waa dhanka transportka waxaan rabaa inaan u gudbiyo wages-ka waa lacagaha la qaato benefit-ka waa lacagaha ceerta ama welfare-ka dawladda ee dhibta iyo pension-ka dadku way la dalasi legal minimum wages-ka oo 12 jirka iyo dadka ka weyn sida habeenkii xalay idin sheegay 12 bani 44 bi ay haatan ay qaataan waxaana la gaarsiinayaa 12 bani iyo 12 bi laga bilaabo bisha Abriil ee sanadka foodan uu soo hayaa tan maamulka labaatan sideed iyo toban jirka ilaa 20 jirka ayaa waxay tiri 8 baan iyo 6 ayaa qaadanayeen haatan 10 baan ayaa looga dhigay
arintan waxay noqonaysaa mid long time ay dowladda ay ka fikireysa in dhalinyarada da'da yar lacagta loo kordhiyo. New State Pensionka ayaa waxaa lagu daray 4.1% waa welfareka lacagta. State Pension waxaa la yiraahdaa, State Pension waxaa qaata dadka aan shaqaysanin laakiinse duqoobay. Dadka waddankan aan ka shaqaynin laakiinse ajkii pensionkay gaaray 65 sano. lacagtay qaataan waaba lacag xadidan oo la wada ogyahay. Dowladda waxay tiri waxaa loogu darayaa 4.1% ayaa loo kicinaya. Lacag fiican waa ilaa 4 maalin lagugu daray dhedheer maa. Rootigaaga waxaa weeye banaanka ugu soo dhacay caanahad iibsan lahayd. Adaa qof waayeltahay waa 65 jir balaas. Waxaa kor loo kiciyey care allowance wax loo yaqaano. Dadka keerka ka shaqeeya allowance oo full time ka shaqeeya. Haatan dowladda welfare ahaan waxay u siisaa 151 pound, 151 pound, laakiinse waxaa loo gaarsiinayaa 195 pound. Lacag badanaa loogu daray. Waa dadka lacagaha care allowance ay qaata oo haatan la siiyo 150, waa dadka full timeka u shaqeeya, isla markaasna waxaa la siinayaa full time care lacagtiisa. Waa 151 to 195 pound lacagta waddankan Britain. Anigoo weli ku sii jira qodobo badan oo runtii ku saabsan lacagaha ay dowladda ay markaasi doonaysa in culayska dhaqaalaha waddankani la yara kabo, waxa ay dowladda sheegtay in loo baahan yahay in la helo lacag 40 billion oo pound lacagta waddankan Britain. 40 billion pound, sida ujeedaan 40 billion. 40 billion halkeena keenaya. 40 billion waxay ka keenaysaa lacago badan oo dhinacyo kala duwan laga jaray, oo ay dowladda ay doonayso intaasoo meel lacagihii ay dhiibaysay inay yareyso, isama lacagaha welfareka ee dowladda dhiibtay in la yareeyo, dadka lagu qasbay inay shaqaystaan, halkaasna uu ka baxo lacagtii welfareka tirada badneyd oo ay dowladda ay dhiibaysay. Marka dowladda waxa ay sheegtay in la doonayo in canshuurta markaa ay wax badan ay ka bedelaan. Dad badan ayaa habeenkii xalay waxa ay ka walwalayeen, waxay aad ay kaga walwalayeen qiimaha National Insurance Number Contribution-ka la dhiibo. Waxaa la isdhahaya canshuur badan ayaa laga qaadi doonaa dadka shaqeeya, laakiinse maanta waxaa la tiri lama bedelay. Waa sidii adliis alxamdulilah, canshuurtii aan dhiibeynay waa levelaa laga dhigay oo dowladdu ma aysan taabanin, oo shaqaale badan ayaa runtii aad ugu diirsaday go-aankeeda maanta oo ku saabsanaa in markaasi National Insurance Number-ka aysan lacag zaid aysan saarin. Waxaa jira income tax band waxa la yiraahdo. Income tax bank 2028 ilaa ay haatan waxa ay yiraahdeen lacag ayay ku dareen. Dadkaas oo qaata lacagaha badan, wejisyada tirada badan dadka qaata, dowladdu waxa ay increase garaysay income base waxa la yiraahdo. Income base-kan waxaa isticmaala oo kaliya dadka businesska, walow dadka businesska ee Soomaalidu aysanba kala garanaynin capital tax, oo runtii dukaamada Soomaalida iska wada furayin. Laakiin haddaad su-aashan weydiiso, waad weydiiso basic rate of capital, waxyaabahaasi dukaamada Soomaalida ma garanayaan. Possible ninka accountingka inuu yaro fahmay, laakiinse si sharci ahaan ah businessyada Soomaalida looma isticmaalo, oo sidaasa ma u dareemayaan. Oo waxaa la kiciyey ama lahay laga dhigay 20 meeshay ka dhiibi jireen 24 dhanka canshuurta. Waxaa la freeze gareeyey oo kale dadka pensionka iyo waayeelada lacagtii
أكومد أو جرتا إن عشور لغا خاذو لما تاواني سيد هرو أها أيو أهانيا واي دادك واي يلاد هرو شخي سنجري قارا ملايين بان له وأكومد أو جرتا ولو داد واي دينا كيس وامليونير لعقب دن بيليه دادك أسل عكتو دا عشور لغا مخاذي أو سيدو دا أيو جريسا إن ويجسكا إن مشاردة دولدة سيدة هورا دكو الشيغي ساعده والكورلين يا دادك مشاردة دنوح بدن أي إسبدالي قد بدقى الكود حتى هدار دي كغشي كي وحفا إذو إذو كسو كورلين يا ملح وايو إن درينكين أن اسموك المبكا لإلا مركز تلقالي أنا بجعل مجدا مركا والكورلين أي كسو قابن يا وايو وحسيدة سي نوقس يا ملح een sidoo kale dawladda dhanka guriyaha oo la dhisi doono ismaha guriyaha badan doonto sidoo kale canshuurta dadka guriyaha gadanay oo lagu kordhin doono coastal taxes-ka isagana la kordhin doono waxyaabaha soo idin ay dawladda aad iyo aad ay kaga hadashay sidoo kale in la dhisi doono social housing oo badan wadankan Britain in la dhisi doono kuwaas oo runtiisa la filayo dad badan oo guri la'aan ah hayso in markaasi guri ay heli doonaan laakiin sarjada sidaas ma aha dad badan waxay u haystaan haddii dawladda ay guri dhisto guriyaha ma heli doona maya dadka inta badan shaqaysta ayaa fursad wanaagsan leh sidoo kale dawladdu waxay maanta ay ka hadashay in ay doonayaan inay aad ay kaga hortagaan benefit fraud dadka isdaba marinta sameeyay dhanka benefitka waa lacagaha ay dawladda dhiibtay ceerta haweeney dana waxay tiri in ay project cusub la sameyn doono sidii looga hortagi lahaa lacagahan welfare-ka ama ceerta dadka qiyaanada sameeya isla markaasina ay sheegtay 204 milyan in lagu expand green doono project-igan laakiin waxay sheegtay haddii project-igan uu suurtagalo ama qorshahan uu suurtagalo in lacagtan 3 jibaarkeeda oo billions ah ay dawladda waddankan Britain ay safgarin doonaan waxaadii la joojiyo isdaba marinta dhinaca welfare-ka ama benefit fraud-ka loo yaqaano oo dadka qaarkood ama dad badan oo ku nool waddankan Britain siyaabo qaldan ay markaasi lacagaha welfare-ka u qaataan waxayna sheegtay in qorshahooda uu yahay Get Britain Work means qof waliba inuu dib shaqadiisa ugu laabto lagana fogaado lacagaha ay dawladda ay dhiibto ee loo yaqaan welfare sidoo kale dadka care allowance-ga qaata 16 saacadood nation limit wages wax la yiraahdo ayaa jira waxa ay sheegeen in 10,000 oo baan la gaarsiiyay qorshahan ay ka faa'iideysan doonaan ugu yaraan 60,000 oo qofood oo noocaas u shaqeeya arrimahaas oo idil waa arrimo runtii aad iyo aad muhiim u ah loona baahan yahay in ilaa imaalinta birta qofkii jaraa'id soo gadan kara inuu isha mariyo akhriyo ogaado isbeddelka dhanka maxaa la dhahayay miisaaniyadda ee waddankan Britain dad badan oo su'aalo la weydiiyey marka oo runtii waxa ay sheegeen inay aad ugu faraxsan yihiin miisaaniyaddan ee xisbiga Labour-ka ay ku dhawaaqeen haweeney loo yaqaan Hannah waxa ay sheegtay in income-keedu yahay 120,000 oo baan mortgage-kan ay dhiibto 600 single mother ah laba caruurna ay haysato waxa ay tiri budget-kan waxaan safe-gareynayaa lacag badan oo markaasi petrol-ka baabuurka aan isticmaalo ayaan safe-gareynayaa gabar dhalinyara oo Yasmin la yiraahdo waxa iyadana ay tiri sanadkii lacagta mushaarkeygu waxa weeye 150,000 oo banka lacagta waddankan Britain 1,800 waxaa iskaga dhiibaa hooyga aan deganahay mortgage-kiisa waa single mother laba caruurna ay leedahay waxay tiri arintan si wanaagsan ay u soo dhaweynay walow canshuurta ay badan tahay laakiin meelo kale oo siiba dhanka caruurta ay dawladda ay ka saacidaysaa nin kale oo Andrew la yiraahdo oo asagana bulshada ku nool waddankan Britain waxa uu sheegay lacagta isoo gasha inuu self-employment uu yahay 30,000 ayaa sanadkii soo gasho dhahay 1,800 baan guriga mortgage-kiisa ayaa iskaga dhiibay xaasna waxa uu sheegay arintan siiba lacagaha
لفريز جريي دادك سالفين بلامين تيقين وحوين اي نوليشي سوي كبدالي دونتو كيست او سدي سدح جرة وحاي الشيكتي ان اي ان بلامين تيتهي لو بخل اللحدن اويك اي لعكت عير تقادتها شن بخل اتخنطن وحي قادتها بي اي بي برسنال اندبندنت بيمنت وحاي تري انا قرم ايجارن كرو ولاشي اي اسكالة ديقينه بين أصدن التضب جرى إساقن وحاو يري ساند كوحان قاتا التضبات كن أو بان وانين وشقي شركاتها إنشون السيغة وحاو يري كون إأفر بقل أو بان وحان ديبا يري مورجيجكا قريقا بالواليبا مارد إنو يحي إياد هو يكال أو أفرتي أفر جرى وحاو يتري إنا إصدن إسدح كن إقادت أو بان فاذا واقف وين كن إلاو بقل إكونتن وحي إسكاليبتا رينتيلا قوريجا حريما هاسو إذل وادريم كرتان دادك قاركودن إنيو كفرح سيهين لكيس دادك لقالها له إيه ودن كانكو ما فرح سنة سيدا أي مركاس دولد أي ميسانيد وسميس واي ميسانيدا وحي إساميسي دادك لقالها له إيه ودن كان بريتو داو ديال حريما ها لنك ميسانيدا سنة كالكاس إنيو كسو أبجرية وحكسو قبقبيني يا سيدة عدل السعوتان حزبه كسر بتفكة كدب ما أنت مركز لغوده واقعي ريزل وزاريه هوري ودن كان ريشي السوناق آدي آد أيو رونتي أوير ريدولادة إساقو كو إيديي إن بلما بدن إيدادك أقادين إن أيسان سمينين وحزبه لايبرك وحاو يري وحا آد واناك سنان لهيد إن حزبه لايبرك بلانتي إبلشادك قادة إيقوتان رونتي بربحنتنا دو إيه برالك نخضو مالين تبريته أيها اسكدي دون هوادو إيه سبحانه وتعالى ونفت إيه السماء سيد عن مركاسي أي برشادة ودن كان بريتن لطا إله بين كان عاو إلا مالين تبريته أيها برشادة لدي حقيري دون كلها دي قفصة مالا ورئيسة لهاينا وحاوي شقادة دا ما بحبا أرماها مالية دها لغو نواق مسيا لغو نواق داو ديال إله سبحانه وتعالى وحان كبرينا إن أنت حنو السنة يستحنوك هذا بين كان عواير عاج السنة هذا لقى هذا إن أنت حنو السنة صرت لا حنوك كقاضة أنت عافماتك قبت عافماتك له وكردية لا سبحانه وتعالى وحنك برين أودك الصومالية ملك استيقنوا ليين الله وحفت لا سبحانه وتعالى أودك الصومالية علمي وفضوذي لا وحنك برين أودك الصومالية ملك استعالم كي كجور يكونوا ليين أو يوكيا أو يو إس أ صوماليا كينيا ملك السيكونوليا إلهي إنو صلاة وفضوذي إلهي سبحانه وتعالى إنو إلهي كاليغو كوبو صلاة أوغي إلهي سبحانه وتعالى وحانو برينا أوبادك الصوماليا إنو عدوغا كايا مبولين كان إسكول لذو كايستينو إلهي كبدبادي إلهي سبحانه وتعالى وحانك برينا سونكينا صلاة دينا سجودين ركوعين صدقين يقول كين وناكسن إنه إلهي سبحانه وتعالى نجا أخبره ربي سبحانه وتعالى مروى لبوحان ويدسينا الدم بداف إنه إلهي الدم بألا لوح نجد عي ربي سبحانه وتعالى ونعفيه سدوا كله كمانان 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 خفض أو كخيب قد شيء اسمه مجد الرحمن لقفر يا دوان ذا الفرة مقال هذا براوي أجر حسنات إليها كسير أنا قوم مسؤولية دا سنة سارتين ربي سبحانه وتعالى وحان كبريان هادو وح قلبنا قد عيناد نعفي السان أنا إيو يركا كلها كهوشك وذو أبوك عمر بركالة إنو إلهي سبحانه وتعالى هنتي دادال وين أيو سميي هلا عكتها السي هنتي لقار سي مسؤولية دا سواء وقوتي ومجد قواه لسا من عرد والا لسا عيلك وقبقبه واحد كستو لسمي وادري مكرتان ويل أنا يرى أو صدن لور جرأة أو مسؤولية داس لنا عسارتي قتنا أو أمانة دي أرنتي قعنت أسارني قلت وحوين وي مركا مروى اللي بعافسة يوسيقن ويدستا أنا قن عافسة إذا ويدستا هذا واحد خلطنا قنع إلهي سبحانه وتعالى رنتي أيا نوجد الدلال وين أيا السميني أو داد بدن رنتي أنفلي أفتر أس إني نقود دين دونا إن شاء الله أي قيركان إي مساجدهان إي أغونتان لون حريسان إي نهوش سي ودي دونان إلهي سبحانه وتعالى عفس إي سامح يا وحويد السنين
dadka ahlu qeyrka ee tirada badan ee inta badan brogaraamadeena ku xiran daawadayaa wararkeen habeenkan caawa waxaa idinkaga soo gudbinay istuudiyaheena ku yaala bariga magaalada london ee waddankani great britain anigoo saalim dhoore ayaa idiin soo gudbinayay daawadeen waxaan isku dhaafnaa waa peace and love and peace and unity وبلا توفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته